السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتابع تطورات المشروع دي اللي هو الليمونة اللي حطيناها في هذه الأصيص والعناصر اللي موجودة. للأسف في هذا الفيديو راح أبين لكم شيء صار في هذه الشيرة وأنا كنت خايف منه، بالرغم من النمو اللي صار في أعلى الشجرة في البداية، لكن للأسف النبتة جفت والنمو الجديد جف وذبل، فأعتقد أن النبتة خلاص قاعدة تموت. مثل ما ذكرت في الفيديو اللي فات، أنا عندي خطة بديلة حق هذه الشجرة لو خسرتها، فالظاهر أني راح أضطر أستخدمها علشان نقدر ننتقل للمرحلة الجاية. وراح أبين لكم النبتة. النبتة نفسها ليمونة من نفس الشجرة الأم، من ترقيد هوائي أيضا، ولكن الفرق ان اللهم هي متأسسة اكثر في الأصيص، صار لها تقريبا سنة في الأصيص، فجذورها متكونة والأصيص كبير 25 لتر، فجذورها عميقة. واللي راح اسويه معاكم اليوم اني راح ازيل هذه الشيرة، راح اشيل المالتش، راح ننقل الشجرة الجديدة ونرجع المالتش ونغذيها بشوية قهوة علشان تتأسس وتاخذ مكانها. نلاحظ للأسف أنه يبدو لي أن الجذور حية، بس ما أعرف ليش النبتة قاعدة تموت الصراحة. فللأسف مجرد راح أزيلها، راح أرجع هذه التربة مع أن فيها فيها جذور. اللي راح أسويه الحين راح أفتح حفرة في التربة على أساس أقدر أنقل النبتة. الحين صارت عندي الحفرة بالحجم المناسب. اللي راح اسويه الحين اني راح ازيل النبتة الثانية من اصيصها. مثل ما ذكرت هي من نفس نوع الليمون، من نفس الشجرة ماخذها، فهي ترقيد هوائي ايضا، وراح ابين لكم بعض التفاصيل. بس اول شيء راح انقل النبتة ونعدل مكانها ان شاء الله، وبعدين راح نتكلم في التفاصيل. مثل ما احنا شايفين الجذور ملتفة في الأسفل، فمجرد شوي راح أحاول أفكك الجذور علشان تقدر تنمو تنطلق في الأصيص. لو صار شوي تقطيع ما في أي مشكلة، راح أحاول أن أنزلها، ولكن لأن النبتة بشكل مايل في الأصيص فراح أحاول أن أصلح هالميلان في وقت النقل، فراح تنزل شوي. راح أسندها بالعصا، ولكن شوي أطغيها بهذا الشكل. والحين راح أرجع أملي الفراغ حوالينها. طبعا الجذور اللي في السطح أحاول أن أمشطها بيدي على أساس تقدر تنمو وتتوسع في الأصيص كامل تنتشر. وراح أربطها بهذا الشكل علشان أبغيها تنمو بشكل عمودي، فراح أربطها أيضا مثل ما قلنا في الفيديو اللي فات. ودائما مثل ما نقول ما نربط العقدة في النبتة نفسها، نربطها في العصا علشان ما نخنق النبتة. فمثل ما احنا شايفين الحين صار عندي نبتة ثانية مكانها. للأسف ذيك النبتة خسرناها، ولكن مثل ما لما طلعتها شفت ان الجذور للحين حيه. فاللي راح اسوي راح انقلها الى اصيص اصغر
وراح أقطع الخشب الميت وراح أخليها في مكان مظلل على وعسى ترجع كنبتة، ممكن نستفيد منها في مشروع وياي أو نكرر نفس المشروع وياها لأنها شيرة كبيرة ساق 200، ما أبقي أخسر شيرة مثل هذا النوع. فمجرد راح شوي بس أرفع منسوب التربة لأن في عندي جذور هني جدا قريبة من سطح التربة في هذه المنطقة، راح أرفع شوي منسوب التربة وراح أرجع المالتش وراح أحط طبقة قهوة أيضا فوق المالتش على أساس شوي يساعد في التحلل، وراح بعدين نروي النبتة على أساس تتأسس في مكانها الجديد إن شاء الله. طبعا التربة اللي زلتها كان فيها رويتكم انه كان في دودة واحدة، ما ادري اذا اقدر استخرجها وارجعها في الاصيص، راح احاول، انا مو متأكد لكن راح احاول اذا قدرت القاها. وبالفعل وجدتها، لقيتها هني في التربة هذه، فراح ارجعها هني، راح ادفنها وان شاء الله راح تتكاثر داخل الاصيص. نقطة مهمة أبينها لكم هني اللي هي أن لما نحط المالتش مثل ما ذكرنا في ذاك الفيديو أيضا أول ما حطينا الشيرة، مهم أن أترك مسافة حوالين ساق الشيرة من المالتش لأن ما أبغي التحلل والتعفن المواد هذه يصير قريب من ساق الشيرة على أساس ما يسبب لي تعفن في الشجرة نفسها. فنترك مسافة من ساق الشيرة على أساس حتى لو بغنا مثلا نروي او نسمد او كذا، التسميد ايضا يصير على المالتش نفسه، ينحط على المالتش فيصير مالتش فوق سماد فوق مالتش، ومع الوقت يبتدي يتحلل ويغذي لي التربه. راح اضيف الحين شوي من القهوه وراح ارويها، وبعدها راح شوي انظف من الخشب الميت وراح نتركها. مثل ما انتم ملاحظين ان ايضا هذه الشيره مصبوغه، الساق الرئيسي مصبوغ، ولكن اللي سويته مختلف في هذه الشجرة ان الصبغ خففته بكميات متساوية من صبغ وماي، فكمية متعادلة بين الماي والصبغ، وصبغت في الساق بس علشان احميه من الشمس ومن حرارة الشمس، مع ان النبتة متأسسة ومتأقلمة على الشمس فما عندها مشكلة، ولكن هذه حماية زيادة نوفرها للنبتة. مثل ما ذكرت راح بس اروي النبتة الحين بس علشان تاخذ محلها في الاصيص، والقهوة تبتدي تتفاعل مع التربة والكائنات تبتدي تتفاعل مع التربة مع القهوة. فمثل ما احنا شايفين الحين نقلنا هذه الشيرة مكان الشيرة اللي ماتت، فالمشروع ان شاء الله ما زال مستمر. ومثل ما ذكرت هذه الشيرة من نفس النوع، ايضا ترقيد هوائي من نفس الشيرة خذيناها، فراح إن شاء الله نستمر في المشروع وإن شاء الله راح تنمو هذه الشيرة في هذه الأصيص، وأتوقع أنها راح تنطلق إن شاء الله لأن عندها مساحة كبيرة، هي تقريبا وصلت أتوقع لحد هني، فعندها مساحة أكثر وأيضا عندها مساحة بالعرض فتقدر تنتشر وتمد جذور أكثر. فإن شاء الله لما تملأ هاي الأصيص راح إن شاء الله تكون شيرة كبيرة مع الوقت طبعا، ولكن خلال هاي الفترة من الحين إلى شهر 9 إن شاء الله أو شهر بداية شهر 10 أو 9 إن شاء الله، عندها تقريبا شهرين ونص من النمو، فإن شاء الله أتوقع أنها تنمو بشكل صحي وشكل قوي. فأتمنى أن استفدتوا من هذه الفيديو، هذه مجرد متابعة وتطور في الفيديو إن شاء الله. إذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.